هابس سنة طويلة جدا يعني، بدايتها كانت من بدري ونهايتها لسه قدامكم يعني، برضو ان شاء الله ربنا يكرمنا على الاخر الاسبوع اللي جاي يعني. ازاي بتتخطوا الشفتات اللي بتحصل دي يعني، من دوري لكاس لبطولة، اول السنة بطولة عربية وبعد كده دوري وكاس دوري مرتبط ودوري مرتبط والحاجات اللي السلة بتعملها كتير دي، ازاي بتتخطوا الشفتات دي كلها؟ يمكن السيزون بتاعنا والبال طبعا في النص وافريقيا اهم حاجه طبعا، افريقيا صحيح بالظبط. يمكن السيزون بتاعنا طويل جدا، حابين نبتدي تقريبا من شهر 8، هنخلص لسه الاسبوع الجاي ان شاء الله، فبطولات كتير وبالذات اللعيبه كمان بتلعب في المنتخب في التوقف بالزبط. اللي في النص شهر مثلا او شهر ونص اللي في النص بيبقى معسكرين مع منتخب، تمارين اكتر، ماتشات، فيعني يعني بيبقى الموضوع صعب طبعا علينا ذهنيا وبدنيا، بس احنا فرق البطوله بيبقى فيها نجوم كتير ولاعيبه كتيره كبيره وكل وقت وليه لعيبته، واحنا يمكن في بطوله المرتبط سيف كان احسن لعيب في البطوله، بطوله الكاس عمر طارق كان احسن لعيب في البطوله، فعندنا لعيبه كتيره قوي تقدر تفيد الفريق. هو مكسوف يقول ان ايهاب امين في الدوري، هو سايبه انا سايبه بس لا بجد يعني عندنا لعيبه كتير قوي، واعتقد دي احسن حاجه في فرقتنا ان احنا عندنا لعيبه كتير قوي بتقدر تساعد الفريق ان يوصل لاهدافه، ان احنا نكسب كل البطولات اللي بنقدر نشارك فيها، فاعتقد ده بيعدي ان السيزون طويل يعني، ما فيش لعيب ممكن يلعب 40 دقيقه كل ماتش طول السيزون، مستحيل استحاله طبعا، لانه كمان الملاعب الصلبه دي بتبقى صعبه جدا في الاصابات وفي خصوصا الاربطه والغضاريف والكلام ده كله، فبتبقى الامور صعبه جدا.